انخفض أسعار النفط في تعاملات الأجل بأسيا اليوم مع توقع محللين بتراجع الطلب من الصين خلال الأشهر المقبلة، وانخفضت أسعار التعاقدات الأجل لخام القياسي الأمريكي 24 سنتا بسعر 46.36 دولارا للبرميل، وسجلت أسعار تعاقدات برنت نحو 49.48 دولارا للبرميل بتراجع بلغ 8 سنتات. وجاء هبوط الأسعار بعد مكاسب حققتها أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد إشارات إلى أن الإنتاج المحلي من النفط الخام الأمريكي قد يهبط في الأشهر المقبلة.